كشفت مخابئ ومضافات عثرت عليها القوات الأمنية العراقية في جبال حمرين من جهة قضاء الحويجة جنوب كركوك، كشفت أدلة جديدة تقود إلى المناطق والوجهات التي هرب إليها فلول التنظيم. كما أظهرت هذه المخابئ حجم الدمار الذي خلفه هؤلاء المسلحون في تلك المناطق. زميل حسام الأحبابي والتفاصيل. فلول داعش كانوا هنا في هذا المخبأ قبل ساعات من وصول القوات العراقية إليه، حيث يتم تنفيذ عمليات تفتيش دقيقة لملاحقتهم، إذ يجري التحري فيما خلفوه وراءهم، حيث تم العثور على أدلة تقود إلى المتبقي منهم في هذه المناطق الواقعة ضمن جبال حمرين من جهة الحويجة شمال بغداد. بالتنسيق مع قيادة عمليات دجلة والفرقة الخامسة، وأشرعت القوة من منطقة الشروع اللي تقع بمنطقة السرحة باتجاه أم الغزلان، وبدأنا بتطهير الطريق على الجانبين، الجانب الأيمن والأيسر، وانتهاء بأم الغزلان نزولا إلى أم الصناديج وصعودا إلى طريق الرابط على السبويس الرابط بين إنجانة وقرة تبة الصفراء اللي هو على مرتفع جبال حمرين. ملاحقة بقايا التنظيم تؤتي ثمارها بعد القبض على العشرات منهم، وهو ما دعا القوات العراقية المشتركة للاستمرار بمطاردة من تبقى من هؤلاء الفلول الذين يحاول الكثير منهم التخفي بين جبال حمرين الممتدة بين محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين. تم في هذه العملية تدمير عدد مضافات لداعش في مناطق الغزلاني ومنطقة صناديج والمناطق المحيطة بها، وإن شاء الله العملية مستمرة في تطهير هذه السلسلة في سلسلة جبال حمرين وصولا إلى منطقة بحيرة حمرين والمناطق المحاذية مع وتأمين هذا القاطع، وهو القاطع الفاصل بين قضاء بين محافظة كركوك ومحافظة ديالى. القوات العراقية المشتركة تستعين بطائرات الجيش العراقي وبقوات على الأرض من أجل البحث عن الأنفاق التي يحاول فلول داعش التحصن فيها، وهو ما استدعى في مرات عدة تدخل طائرات خاصة من التحالف الدولي لقصف الكهوف التي تأويهم. تمكنا من تطهير هذه المنطقة، معسكر قديم، هذا المعسكر كان له فيه تردد، وبعض القرى المحيطة فيه تم تفتيشها، هنالك مضافة صغيرة تم تدميرها، تم معالجة عدة عبوات ناسفة، وكذلك تم العثور على مقبرة الدواعش في تلك المنطقة، والحمد لله هذه المنطقة الآن تعتبر منطقة خالية من تواجد مضافات للعدو. قد تكون هي منطقة تردد لهم، ولكن منطقة استقرار لهم لا يوجد في هذه المنطقة. ما خلفه مسلحو داعش الفارون في مضافات جبال حمرين يظهر أن التنظيم كان متيقنا من هزيمته قبيل عمليات تحرير هذه المناطق، حيث لم يعد أمام فلوله سوى اللوذ بأرواحهم، تاركين وراءهم كما هائلا من الأسلحة والمواد اللوجستية التي استحوذت عليها القوات العراقية منذ 3 أيام فقط.